صباح الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. النهارده يا جماعه احنا داخل مدينه الاسكندريه، هنشوف هنروح فين منين. بنبدا من على الطريق السريع. احنا اهو على الطريق السريع بمنطقه الخشب ومطار النزهه. السور اللي على يميننا ده هو ده سور مطار النزهه. في ظهرنا ايه؟ في ظهرنا محرم بيه والموقف الجديد. وبوابة مطار النزهة هتبقى ايه؟ هتبقى في وشنا بس لسه قدام شوية. المنطقة اللي على شمالنا دي اسمها منطقة الخشب عموما، يعني المنطقة كلها اسمها المطار، بس بالأخص اللي على الشمال دي اسمها الخشب. والحتة بالأخص اللي احنا واقفين فيها عند الإشارة دي اسمها الرحمة، جوه الخشب. البوابة بتاعت مطار النزهة ومش شغال طبعا، بس البوابة بتاعته ما تطلعش الكوبري. وخد ايه؟ خد شمال يمين من جنب الكوبري. احنا هنطلع الكوبري. طبعا اللي هيستمر طوالي على طريق اسكندريه القاهره الزراعي، يعني ولا يمين ولا شمال، توصل شبرا وطنطا وكفر الزيات وكفر دوار ودمنهور وابو حمص، كل ده في نفس الشارع اللي احنا ماشيين فيه. مدخل سموحه بعد الكوبري ده مباشره هتلاقي كوبري على اليمين، تطلعوا تنزلوا، يبقى انت كده فين؟ انت كده على مدخل سموحه جرين بلازا. في نص الكوبري هنا يا جماعه في دخله شمال هنلاقيها دلوقتي، دي تنزلنا برضه على منطقه سموحه بس ناحيه محور محموديه كده وشركه لورد وجامعه فاروس. المدخل الشمال ده مكتوب عليه حتى محور محمودية وبيقول لك طوالي طريق اسكندرية الزراعي. كومباوند انطونيادس هو ده اللي على شمالنا، كنا صورنا فيديو قبل كده واحنا داخلين كومباوند انطونيادس، هو اللي على الشمال ده. وشركة لورد ومدرسة الفرسان هي السور اللي على اليمين ده. جامعة فاروس أو مستشفى القدم السكري أو جرين بلازا عموما كان يخش الخدمات، ما يخشش معايا الطريق الرئيسي. يعني بص أنا طلعت من الشارع الجانبي على الطريق الرئيسي. لا لو عايز بقى الفرسان ولا لورد ولا فاروس ولا جرين بلازا عموما كنت تخش الخدمات، لأن الخدمات خلاص بقى ملوش دخلة تانية
تمام، الا لما هتعدي بقى الكوبري بتاع 14 مايو اللي هو عند دخل الجرين بلازا، يعني كل الخدمات اللي على اليمين ده خلاص مقفول، مقفول ملوش دخلات. ادي اهو على اليمين البوابة بتاعت جامعة فاروس، وادي الدخلة اهي على اليمين برضو بتاعت جرين بلازا ومستشفى القدم السكري. هناخده احنا الملف، ايه الملف ده، ممكن تخش من الفتحة اللي جاية دي اللي في الخدمات دي او من اللي بعديها عشان نخش على ايه، على منطقة سموحة، بس من مدخل ايه، من مدخل اخر غير مدخل جرين بلازا. هناخد يمين من هنا كده يا جماعة، ده يوديك على فين؟ يوديك على دوران عزبة سعد، ويوديك على حديقة حيوانات الاسكندرية، ويوديك على حدائق انطونيادس. هو السور اللي على الشمال ده هو ده السور بتاع حدائق انطونيادس، وبعديها على طول حديقة حيوانات الاسكندرية، وعلى يمنا مركز مبارك الاولمبي اللي هو اللي على اليمين اهي، البوابة الرئيسية اهي جاية وليه بوابة من الناحية التانية. احيانا دي بتبقى شغالة واحيانا، وفي الاغلب اللي بتبقى من الناحية التانية هي اللي بتبقى شغالة. هيئة الرقابة الإدارية على اليمين، الشارع اللي على اليمين ده يدخلك على مدارس مصطفى النجار ويرجعك برضو على مركز مبارك من ناحية التانية. هناخد يمين من هنا، دي مستشفى سموحة الجامعي اللي فوق اللي على الشمال دي، واللي على اليمين ده معهد الاسكندرية الازهري اعدادي ثانوي بنين، ولجنة في لجنة هنا بتاعت لجنة الفتوى بالازهر الشريف هنا برضه. الدوار اللي جاي ده لو خدت منه يمين يرجعك على مدارس مصطفى النجار ومركز مبارك الاولمبي. طوالي ممنوع الدخول لان هو الشارع ايه، الشارع اتجاه واحد. الشارع ده اللي هو جايب من اوله مسجد حاتم وفيه مول زهران. هناخد احنا شمال، ده معهد البحوث الطبية، وبعديه على طول كلية التمريض اللي على الشمال، واللي على اليمين ده مركز شباب سموحة. يعني يمين مركز شباب سموحة وشمالنا كلية التمريض اهي. وبعد مركز شباب سموحة في مدرسة الشهيد محمود سامي عبد الرحمن إعدادية بنين.
وبعديها مدرسة فتح الدولية للتكنولوجيا التطبيقية. وده يعتبر ايه؟ دوران مركز العيون، مركز اسكندريه للعيون على ايدينا اليمين اهو بالظبط. ولو طلعت على طول يوديك على جامع علي بن ابي طالب. لو لفيت الدوار كده معايا ودخلت من المدخل الثالث هتروح على ايه؟ على دوران عزبه سعد. بس البضع ثواني ننطلق مرة أخرى. اللي على يميننا ده مظلوم بتاع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، فاتح في دوران عزبة سعد. هو دوران عزبة سعد ده اللي في وشنا ده يا جماعة. الشارع الاولاني يمين ده يطلعك برضو على جامع علي بن ابي طالب، ممكن نخش فيه. والشارع التاني يطلعك على كوبري الابراهيميه، الشارع اللي بعده على طول. شركة الغاز هنا مش فاكر، غازتك غاز مصر، عشان اللي عايز حاجة اللي يقول لك شركة الغاز بتاعت سموحة هي هنا غاز مصر. غطاطي اهو فرع من فروع فاتح على اليمين. احنا الاشارة دي المفروض تقفها لو انت طالع طوالي، بس انا هاخد يمين، فمن حقك ان انت ايه، ان انت تاخد اليمين على اساس ان انت مش هتعترض حد ومش هتقطع طريق حد. ده جامع علي بن ابي طالب اهو على شمالنا بالظبط. واحنا كده نعتبر دخلنا ايه، دخلنا شارع فوزي معاذ في اتجاه ايه؟ في اتجاه دوران فيكتور عمانويل، يعتبر الدوران الرئيسي بتاع منطقة سوهاج. مستشفى الشرق الاوسط اهي على اليمين، وهتلاقي اتصالات جاية برضه على اليمين اهي. الشارع اللي جاي ده ممنوع الدخول هو خروج بس، ده اللي فيه التأمين الصحي ده. وانت عند مركز العيون خد يمين من جنب مركز العيون يجيبك هنا. ده دوران فيكتور عمانويل اهو، اهو ده الشارع اللي كان ممنوع الدخول اللي قلت لكم على اوله، مسجد حاتم ومول زهران. اللي على اوله اهو كرم الشام. الدخله الثانيه دي يا جماعه توديك على جرين بلازا والطريق السريع اللي احنا جايين من عليه. الدخلة التالتة اللي احنا هنخشها دي تودينا على نادي سموحة وكوبري مصطفى كامل اللي هو كوبري البيبسي سابقا. فندق ميراج اهو الدخلة بتاعته على يمنا اهي، وبعد كده بالبوابة الرئيسية بتاعت نادي سموحة اللي هي بوابة واحد.
الشارع اللي على الشمال ده يطلعك على محطه قطارات سيدي جابر، تعمل اليوتيرن اللي جاي وترجع تخش يمين تلاقي محطه القطر في وش منك. على يمينا في ماكدونالدز، لو دخلت من جنب ماكدونالدز يمين ده شارع النالو والهندسه، يوديك على محور محموديه. المبنى اللي في وشنا على اليمين ده، دي مدرسة الريادة الخاصة لغات، ولو خدت الشارع اللي جنبيها يطلعك برضه على محور محمودية. وده كوبري مصطفى كامل اللي هو كوبري البيبسي سابقا. في مفترق طرق اهو الاثنين يطلعوك على شارع ابو قير اللي هو طريق الحريه، بس الشمال يطلعك على محطه مصطفى كامل شارع ابو قير اللي عند الاشاره، واليمين اللي انا دخلته ده يطلعك على عند البنزينه بتاعت التعاون. ممكن تطلع يا قبل البنزينه يا بعد البنزينه. الشارع اللي على اليمين ده شارع خليل مصري، يدخلك على منطقه كفر عبده. الشارع ده نازل جايب من جوه موازي الخليل المصري، جايب من جوه لهنا الاتجاه المعاكس. الشارع اللي جاي ده شارع خليل خياط، يدخلك على ميدان سان جيني منطقة كفر عبده برضه. كارفور ماركت فتح هنا، الشارع اللي جاي ده شارع الاسماعيليه جايب من جوه برضه مخرج على بره، يبقى عندك اتنين داخل واتنين ايه؟ واتنين خارج. لو عملنا شمال من هنا كده نطلع على طريق الحريه اللي هو شارع ابو قير قبل البنزينه بتاعه الغاز وقبل بنزينه التعاون. لو كنا طولنا وخدنا الشمال اللي بعده نطلع بعد البنزينه. ادي طلعنا اهو يا جماعه على ايه؟ على شارع ابو قير او طريق الحريه. وادي البنزينه، الشارع اللي بعده اللي بقول لكم عليه اهو هو اللي على يمنا ده، كنت هتطلع منه. الإشارة دي الشارع اللي على الشمال ده شارع المعسكر الروماني، واللي على اليمين اللي أنا داخله ده شارع كفر عبد الرئيسي اللي على ناصيته فكاهني النصر. وهوريك دلوقتي اسهل نزوله لشارع ابو قير تاني. انت ممكن تاخد يمين من هنا وترجع تنزل من شارع الاسماعيليه اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا خرجنا منه من قبل البنزينه. انت
تمام، بس هتنزل في النقطة اللي ايه النقطة التانية. انما نفترض ان انت عايز تنزل شارع عبوير بعد الاشارة بتاعت فكهاني النصر، يبقى هنعمل ايه؟ هناخد شمال من هنا من عند الجنينة من هنا، هنلاقي ايه؟ هنلاقي السي اي بي اهو على شمالنا، نعمل شمال من عند السي اي بي هنا. مجرد ما عملت شمال من عند السي اي بي هنا، الشارع ده اخره طريق الحرية، اخره بوتيك لندن. لو الناس اللي مجمعة معايا، في بوتيك اسمه بوتيك لندن على شارع بوير على اليمين بعد الاشارة، هو في اخر الشارع ده ماسك ناصية ايه، ناصية الشارع ده. انا كده يعتبر ايه وصلت الواجهة اللي انا جاية عندها، فحركن ايه، حركن هنا. فاللي هيكمل بقى ايه، اللي هيكمل لاخر ايه، لاخر الشارع، هينزل على شارع بوير. الفيديو بتاعنا ايه، الفيديو بتاعنا انتهى يا جماعة. استاذن حضراتكم اللي عجبوا الفيديو اشتراك ولايك وشير تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو يقول لي ما عجبوكش الفيديو ليه، بحيث ايه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمة على حسب اراء حضراتكم. وبكده يكون بدأنا الفيديو ده من محرم بيه لقلب ايه، لقلب كفر عبده. ونشوف حضراتكم على خير في فيديو قادم قريبا، ومع السلامة.